Hello, my dear students. This is Mr. Omar speaking, and this is going to be Unit 4, Lesson 1. النهاردة يا أولاد هنبتدي يونت جديدة، فرع جديد خالص، اللي هو التريجنومتري. الفرع ده عشان تبقوا بس معايا كده في الصورة، هو المفروض مع الجيومتري، يعني بتبقى الامتحان جيومتري وتريجنومتري، الاثنين مع بعض. فتعالوا كده واحدة واحدة ونشوف كده إيه فكرة التريجنومتري، والفرع ده أساساً بيتكلم عن إيه؟ لان هو مهم جدا، وتقريبا يعني معظم شغلك ان شاء الله في اولى ثانوي هيبقى تريجنومتري. نبتدي كده من الاول خالص، الموضوع بسيط قوي. طيب نقول الاول يعني ايه تريجنومتري. كلمه تريجنومتري يا اولاد بتتقسم لاثنين سيلابلز، اول سيلابل منهم تريجو دي مينز تريانجل، ومتري او اي مترك حاجه جيومتري، اي حاجه فيها متري مينز ميجرمنتس. ف تريجنومتري على بعض مينز تريانجل ميجرمنتس، التريانجل ميجرمنتس على بعض. طيب وبالاخص احنا الترم ده او السنه دي مش هناخد حاجه غير الرايت انجل تريانجل ميجرمنتس، يعني هندرس الرايت انجل تريانجل بس. خلينا نقول كده، لو انا عندي ادي رايت انجل تريانجل وادي الرايت انجل تريانجل، وليكن مثلا دي اسمها بي، دي اسمها اي، ودي اسمها سي. الليسون بتاعنا بيتكلم على المين تريجنومتريك ريشوز اوف ان اكيوت انجلز اللي في الرايت انجل تريانجل. طيب ايه الريشوز دي؟ هم ثلاث اسامي، حاجه عندنا اسمها الساين، وحاجه عندنا اسمها الكوزاين، وحاجه اسمها التان. هنقول يعني ايه ساين، ويعني ايه كوزاين، ويعني ايه التان دلوقتي. بس خلينا نقول الرولز بكل بساطه. لو انا عايز اعرف يا اولاد ساين الانجل اللي اسمها سي، اللي هي الانجل دي، الساين بتاعها عباره عن ايه؟ الساين ده اعرف الرول بتاعها كده، عباره عن الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس. طب لو انا عايز اعرف الكوزاين عباره عن الادجيسنت اوفر الهايبوتنس، والتان عباره عن الاوبوزيت اوفر الادجيسنت. لا استنى بقى يا مستر، كلام كده كبير. بص يا سيدي، ادي انجل سي اهي، الساين عباره عن اوبوزيت اوفر الهايبوتنس. ايه الاوبوزيت ده؟ اللي هو السايد اللي اوبوزيت للانجل سي، اللي هو اللي اسمه اي بي. خلينا نحط ارقام احسن. لو السايد ده مثلا 4 وده 3 وده 5، مش دول كده رايت انجل تريانجل اهو؟ يبقى ساين السي عباره عن الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس، 4 اوفر 5. طب الكوزاين عباره عن ايه؟ عبارة عن الادجيسنت للسي. ادجيسنت يعني جنبها. تقول لي طب ما في اثنين جنبها، في الفايف والثري. اقول لك لا، الفايف ده الهايبوتنس، ليه اسم معين. يبقى ده الادجيسنت للسي، 3 اوفر الهايبوتنس اللي هو كام؟ اوفر 5. نيجي للي بعده، التان. التان بتاع انجل سي عبارة عن ايه؟ اوبوزيت اوفر ادجيسنت، 4 اوفر 3. يبقى تاني، الساين عباره عن اوبوزيت اوفر الهايبوتنس، الكوزاين بتاع الانجل سي، وده التان بتاع انجل سي. الكوزاين عباره عن ادجيسنت اوفر الهايبوتنس، والتان عباره عن اوبوزيت اوفر الادجيسنت. طب يا مستر، لو في طريقه اسهل كده نحفظ بيها الرولز دي، في حاجه عندنا اسمها سو كا تو. دي هتلاقيها بالانجلش، لو رحت لو قلت لحد سوكاتو واحد امريكاني، واحد مش عارف ايه، هو فاهم يعني ايه الكلام ده. وفي برضه ناس بتختصرها مصري كده بالشعب يعني بتاعنا، الناس بيقولوا صح كح تو، يعني المصريين بقى انتوا عارفين لما يحب يقول حاجه كده ساعات بيقولوها كده، صح كح تو او سوكاتو. ايه يا مستر صح كح تو او ايه سوكاتو دي؟ الاس دي ستاندز فور ساين، الساين ايكوال اوبوزيت، اي او for opposite over the hypotenuse، صح او so. بعدين ك كوزاين، الكوزاين عباره عن adjacent over the hypotenuse، over the hypotenuse، adjacent over the hypotenuse. التان توا اللي هي التان equal opposite over the adjacent، يبقى so ك توا او صح كح توا، يعني وات ايفر اللي حضرتك كده الطريقه اللي انت عايز تقولها. بس كده يا مستر؟ اه بس كده. طب تعالى بقى اما ندي كده اكزامبل على الكلام ده ونشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. لو انا عندي رايت انجل تريانجل كده مثلا يا اولاد اهو، وادي هنا مثلا ده اسمه A B C، وهاجي اطلب من حضرتك هنا شويه حاجات كده. ايه اللي انا هطلبه؟ انا عايز اعرف
ساين السي وعايز اعرف كوزاين السي وعايز اعرف تان السي. مش بس كده، انا عايز اعرف ساين الاي وعايز اعرف كوزاين الاي وعايز اعرف تان الاي، عايز اعرف الست حاجات دول. ودول على فكره اسمهم المين تريجنومتريك ريشيوز. طيب تعال نمسك السي الاول، ادي الكلمه بتاعتنا اهي سوكاتو او صعكحتو، يعني واتفر الايه الطريقه بتاعتك سوكاتو. الساين يا اولاد عباره عن ايه؟ بص ادي انجل سي، اول حاجه تعملها انا بتكلم على انجل سي، حدد الانجل. لو سوري خلينا نحط ارقام، لو قال لي ان ده 6 وده 8 مبدئيا السايد الثالث ده بكام يا اولاد؟ السايد الثالث ده هعمل سكوير روت 6 باور 2 بلس 8 باور 2 يطلع ب 10. عرفت ان السايد ده ب 10. طب تعالى نشوف الساين. الساين لانجل سي عباره عن ايه؟ تقول لي اوبوزيت، اوبوزيت للسي فين اللي في وش السي اللي هو 6 اوفر 10. 6 اوفر 10 اللي هو يا مستر كام اوفر كام؟ خلينا كده عشان يبقى كله اهو بحاجه واحده، نعمل ديفايد 2 ديفايد 2 يطلع الكلام ده يا اولاد ب 3 اوفر 5. يبقى ده كده 3 اوفر 5. طيب تعال لما نكمل، انا هعمل بس كده عشان يبقوا كلهم شبه بعض، كلهم كده عشان نكتب الاجابات بتاعتنا هنا ايكوال، نحط هنا عشان لو عملنا سمبليفيكيشن نكتبها كلها يكون شكلها كده الطف شويه. طيب تعالوا بقى اما نبتدي ايه اللي بعده يا اولاد، اديني كده عملت اول حاجه خالص. طب بيقول لي الكوزاين، كوزاين السي ادجيسنت صح، كوزاين اهو ادجيسنت اوفر الهايبوتنس، الادجيسنت اللي هو اللي جنبها اللي هو 8 اوفر 10 صح، نعمل ديفايد 2 ديفايد 2 تبقى 4 اوفر 5. طب التان، التان عباره عن ايه؟ توا او تو صح، اوبوزيت اوفر ادجيسنت، اوبوزيت اللي هو 6 اوفر 8، نعمل divide 2 divide 2 تطلع الانسر 3 over 4. طب تعالى نيجي لتاني حاجة، بص كده يا مستر معايا sin ال A، المرة دي بقى أنا همسح كل ده، أنا بتكلم على الانجل اللي اسمها A، علم على الانجل بتاعتك. sin انجل A عبارة عن إيه؟ sin سوكاتو opposite over الهايبوتنس، فين ال opposite لل A؟ بص اللي في وش ال A 8 over 10، نعمل divide 2 divide 2 تطلع 4 over 5. كوزاين انجل A، كوزاين اللي هو adjacent over الهايبوتنس، في اثنين adjacent ال A واحد منهم هايبوتنس يبقى هو ده 6 over 10، نعمل divide 2 divide 2 يطلع ب 3 over 5. طب التان عباره عن ايه؟ opposite over adjacent اللي هو 8 divided 6، نعمل divide 2 divide 2 يطلع 4 over 3. ماشي كده يا اولاد، وده كده الفكرة العامة بكل بساطة. طيب تعالى بقى أفهم حضرتك يعني إيه أساسا كلمة ساين، ويعني إيه كلمة كوزاين، ويعني إيه كلمة تين. الكلام اللي أنا هقوله ده شرح ومش عليك، ولكن طبعا عليه أسئلة بتيجي. بص يا ولد، كلمة ساين دي اختصار أساسا كلمة بتتكتب كده ساين. الكلمة دي باللاتين means curve. ليس بيسموها اسمها على كيرف؟ لأن رسمتها شبه الكيرف شوية. طيب وما يهمنيش قوي كلمة معنى كلمة ساين يعني ايه، اللي يهمني هنا كوزاين. كوزاين دي بتتكتب اساسا كو بعدين ساين. كلمة كوزاين دي ايه الكو دي؟ الكو دي يا اولاد اختصار لكلمة كومبلمنت. ايه كومبلمنت؟ كومبلمنت يعني بقول لك مثلا التيشيرت دي حلوة، قصة شعرك جميلة، لون شعرك مش عارف حلو، حلو الجينز اللي انت لابسه، حلو الشوز اللي انت لابسه. لا كومبلمنت مينز تو انجلز السم بتاعهم ب 90، السم بتاع تو انجلز ب 90 يعني ايه يا مستر؟ يعني بص كده، لو انا قلت لحضرتك ساين ال 20 ايه الكومبلمنت بتاع 20؟ ايه اللي بيكملها عشان يخليها لي السم بتاعهم 90؟ تقول لي 70، تلاقي ساين ال 20 هي هي كوزاين ال 70 الكومبلمنت بتاع ال 20. تلاقي ساين ال 30 هي هي كوزاين الكام؟ الحاجه اللي بتكملها عشان تبقى 90، ناقصها قد ايه؟ ناقصها 60. ساين ال1 هي هي كوزاين الكام؟ ايه الحاجه اللي بتكملها عشان تبقى 90؟ ال89. ساين ال45 ناقصها قد ايه عشان تبقى الكومبلمنت بتاعتها كوزاين الكام؟ كوزاين ال45، ما هو 45 بلس 45 يطلع الكلام ده يا اولاد بكام؟ ب90. وخلي بالك الحته اللي انا لسه قايلها دي مهمه قوي، ساعات يجي لي مسائل يقول لي لو ساين ايه قد كوزاين نفس الانجل،
يبقى الانجل دي بكام؟ اني واحده اللي الاثنين دول قد بعض اللي هي ال 45 وال 45، يبقى انجل اي دي انا عرفت انها ب 45 ديجريز من قبل ما احل اي حاجه. وعلى فكره الكلام ده هتشوفه في الرسمه هنا، بص كده، خلينا مثلا نحط ارقام، مثلا لو الانجل دي 20 السي دي والانجل دي 70، مش الاثنين دول الصم بتاعهم المفروض ب 90 لان دي لوحدها 90، يبقوا اكيد الاثنين دول ب 90. فتلاقي ساين السي، شايف ساين السي طلعت بكام؟ ب 3 اوفر 5، هي كوزاين ال 70، بص اهي برضه 3 اوفر 5. ايه ده؟ طب بص كده، تلاقي حضرتك ان كوزاين الانجل دي كوزاين السي هي ساين الاي ب 4 اوفر 5. ايه ده؟ الاثنين فعلا قد بعض. ماشي كده يا ولاد؟ وده الفكره العامه بمنتهى البساطه. نيجي لاخر حاجه انا محتاج اقولها دلوقتي اللي هي ايه؟ في رول عندنا يا ولاد بسيط لازم نكون عارفينه. الرول ده يا مستر بيتكلم عن ايه؟ انا همسح بس الجزء ده كده، نمسح كده الجزء ده. في رول عندنا للتان، التان يا ولاد، تان اي انجل، تان الاي مثلا، عباره عن ساين اوفر كوزاين. تان عباره عن الساين اوفر الكوزاين. التان دي اصلا اختصار لكلمه تانجنت، وهنعرف احنا لينا كلام كتير مع التانجنت ده، بس يعني تبقى عارف اللي هو اختصار كلمه تانجنت اصلا. طيب التان عباره عن ساين اوفر كوزاين. ايه ده مستر؟ يعني هل لو انا عملت الساين الرقم اللي طلع لي في الساين اوفر الرقم اللي في الكوزاين يطلع لي رقم التان؟ اه جرب كده، مش الساين طلعت لي ب 3 اوفر 5؟ يعني اقدر اقول ان تان السي ايكوال ساين السي اوفر كوزاين السي، مش الساين انا طلعت لي ب 3 اوفر 5، عايز اعملها ديفايد، الكوزاين طلعت لي بكام؟ ب 4 اوفر 5. بص كده تلاقي ال 5 اتشالت مع ال 5 تطلع لي ب 3 اوفر 4. ايه ده فعلا ب 3 اوفر 4. بص كده اعمل 4 اوفر 5 ديفايد 3 اوفر 5 فتطلع لك 4 اوفر 3، تلاقي ال 5 اتشالت مع ال 5 يطلع لك الكلام ده. يبقى يا اولاد التان عباره عن ساين اوفر كوزاين، والحته دي في غايه الاهميه. طيب تعالوا كده نبتدي بقى، ده كده كان جزء الشرح، طبعا في حاجات كتير جدا وافكار كتير، الفيديو ده هيكون طويل جدا. تعالوا نشوف كده مسائل البوكلت. انا اول حاجه مش هحل اسئله التشوز، هسيبها دلوقتي وهرجع لها تاني، وهحل مسائل الاسي الاول وبعدين نبتدي كده نشوف هنحل ازاي المسائل بتاعتي. تعالوا كده اما نبتدي نشوف المسائل بتيجي ازاي، هرجع تاني المسائل التشوز بس انا عايز الاسي دلوقتي. ايه ده؟ نبتدي من كويستشن 2، يبقى اكيد كويستشن 1 متكرر، يعني هنبقى نرجع له تاني. بص يا سيدي، بيقول لي ايه؟ اكس واي زي از رايت انجل تراينجل ات واي، تقوم حضرتك راسم لي رايت انجل تراينجل اهو يا مستر وتسميه، قال لي رايت انجل ات واي، يعني الواي دي هي الرايت انجل، وترسم حاجه شكلها عامل زي الرايت انجل زي ما انا راسم كده. طيب ماشي، اسمه اكس، في اي داهيه الاكس، واي زي اهو، وقال لي ان الاكس واي ده يا اولاد ب 5، وقال لي ان الاكس زد ده ب 13، سوري الاكس زد اللي هو ده كله ب 13. طب مبدئيا اقدر اجيب السايد ده؟ اه. نجيب الزد واي ازاي؟ نقوم عاملين سكوير روت ده باور 2 ماينس ده باور 2، 13 باور 2 ماينس 5 باور 2، يطلع الكلام ده ب 12. عرفت يا اولاد ان السايد اللي تحت ده ب 12. تعالى بقى نستنى نشوف بقى الاستاذ ده عايز مني ايه، بيتنيل كده ايه اللي هو عايزه بقى. اول حاجه عايزها بيقول لي انا عايز اعرف tan x times tan z. طيب اولا تعالى كده نكتب ادي سو ك تو او صح كحتو، تعالى كده انا بتكلم عايز tan الx. طيب يا مستر tan الx اجيبها ازاي؟ ادي الx اهي، التان عباره عن opposite over adjacent. الopposite اللي هو كام؟ ايه الopposite اللي للx؟ 12 صح؟ opposite over adjacent، فين الadjacent اللي هو 5؟ يعني 12 over 5 times tan الزد، المرة دي بقى أنا بتكلم على إيه؟ على الزد، فين الزد؟ أهي tan الزد، التان عبارة عن opposite over adjacent، إيه الopposite اللي هو 5؟ over adjacent اللي هو كام؟ 12، ماليش دعوة بالhypotenuse، التان opposite over adjacent يبقى يعني 5 over 12، اعمل كده 12 over 5 times 5 over 12 واحسبها لي كده تطلع لك ب 1. شكرا، خلص كده اول حاجه. ايه ده بس كده؟ اه بس كده. طب بص تاني حاجه طالبها مني ايه؟ بيقول لي انا عايز اعمل ساين باور 2 للزد بلس ساين باور 2 للاكس. طيب بص يا مستر، حاول دايما تكتبها تحتها. انا يا مستر همسح بقى دلوقتي كده الكلام اللي هو اللي ملوش اي لازمه،
ماشي، ده قلنا ده ب 12، نكتب كده هنا 12 تاني معلش. تعالى كده اما نشوف اول حاجه وعايز ايه. ساين الزد اهو، ساين الزد ادي الزد اهي. الساين يا اولاد عباره عن ايه؟ اوبوزيت اوفر الهايبوتنس، اوبوزيت اوفر الهايبوتنس. الاوبوزيت اللي الزد اللي هو كام؟ 5 اوفر الهايبوتنس اللي هو 13، يبقى 5 اوفر 13. بس استنى يا مستر، ده قال لي باور 2، خلاص اعمل باور 2 بلس. تعالى كده اما نشوف الكلام ده. ساين باور 2 للايه؟ للاكس. بص كده ساين باور 2 ادي الاكس اهي. الساين عباره عن ايه؟ برضو اوبوزيت اوفر الهايبوتنس. ايه الاوبوزيت اللي للاكس؟ 12 اوفر 13. هم عاملين 12 اوفر 13 بس استنى، ده بيقول لي باور 2. احسب لي بقى ده باور 2 بلس ده باور 2 على الكالكوليتر كده. 5 اوفر 13 اول باور 2 بلس 12 اوفر 13 اول باور 2، وتشوف لي كده الكلام ده يطلع بكام يا اولاد؟ يطلع الكلام ده يا مستر ب 1. وشكرا على كده، اظن بسيط جدا. ماشي يا اولاد، نيجي لحاجه كمان، سؤال كمان كده يجي لي حاجه زي كده. بص معايا يا سيدي، ادي بيقول لي عندي اي بي سي از رايت انجل تراينجل ات بي، ادي رايت انجل تراينجل اهو، عندي البي، البي دي هي الرايت انجل اهو، وادي هنا الاي بي سي، وقايل لي معلومه ان الاي بي اوفر الاي سي، ما هي ريشيو يعني اوفر، اوفر الاي سي ايكوال 3 اوفر 5. يعني بص كده الاي بي بكام نقدر نحط عليه 3، والاي سي كله نحط عليه كام؟ 5. طب مش انا بالبايثاغورس اقدر اجيب ده، اعمل سكوير روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 يطلع بكام؟ ب 4. تقوم حضرتك كاتبها لي كده، نقوم قايلين ان البي سي ايكوال سكوير روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2، يطلع الكلام ده ب 4 سنتيمتر. عرفت ان ده 4 سنتيمتر. ايه اللي هو طالبه مني بقى؟ لا ده طالب يا اولاد مني the main trigonometrical ratios of angle A. يعني ايه من كل trigonometrical ratios لangle A؟ عايز اعرف sin ال A بكام، عايز اعرف cosine ال A بكام، عايز اعرف tan ال A بكام، عايز اعرف الثلاث حاجات دول. طيب بص كده معايا، ادي سوكاتو ماشي، تو او سوق حكاحته whatever. ماشي كده يا اولاد، نيجي للساين. الساين عباره عن ايه؟ اوبوزيت اوفر الهايبوتنس للاي. خلي بالك انا بتكلم على الانجل ايه. ايه الاوبوزيت؟ اللي هو 4 اوفر الهايبوتنس اللي هو 5، 4 اوفر 5. شكرا. تاني حاجه كوزاين انجل ايه؟ كوزاين كح ادجيسنت او ك سو كاتو ادجيسنت اوفر الهايبوتنس، ادجيسنت اللي هو 3 اوفر الهايبوتنس اللي هو 5، يبقى 3 اوفر 5. اخر حاجه التان، ممكن تقول لي ساين اوفر كوزاين تعمل دول ديفايد بعض، بقى لك 4 اوفر 3. او تان انجل اي، التان عباره عن ايه؟ اوبوزيت اوفر الادجيسنت. ايه الاوبوزيت؟ 4 اوفر الادجيسنت اللي هو 3، 4 اوفر 3. وخلاص كده خلصت المساله، اظن بسيطه جدا جدا جدا. ماشي كده يا اولاد. طيب تعالى كده اما نشوف المساله دي. بص كده مديني رايت انجل تراينجل وراسمها لي، قال لي ان السايد ده ب 3 وده ب 4. مبدئيا تقوم ابلاي بايثاغورس على طول، تقول لي ان الاي سي ايكوال سكوير روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2، يطلع الكلام ده بكام؟ ب 5 سنتيمتر. يلا نبتدي نشتغل. ايه اللي هو عايزه؟ عايز تان الاي، سوري عايز تان الاي اول حاجه، وتاني حاجه عايزها عايز كوزاين الاي. ادي اهو سوكاتو او صحكاحتو اهو. ماشي يا اولاد، نيجي هنا التان عباره عن ايه؟ اوبوزيت اوفر الادجيسنت لانجل ايه. ايه انا بتكلم على الانجل دي؟ اوبوزيت اوفر الادجيسنت، اوبوزيت اللي هو الاوبوزيت 4 اوفر الادجيسنت اللي هو كام؟ 3، يبقى 4 اوفر 3. طب الكوزاين ادجيسنت اوفر الهايبوتنس، ايه الادجيسنت؟ 3 اوفر كام يا اولاد؟ اوفر 5. وخلاص على كده. ماشي كده يا اولاد، اظن الموضوع بسيط جدا جدا جدا. طيب قبل ما اجي على كويستشن 5 ده، انا هرجع لورا كده شويه وهشرح حاجه وبعدين نرجع لكويستشن 5 تاني. بص يا اولاد، احنا اتفقنا ان كلمه كوزاين معناها الكومبلمنت بتاع الساين، فقلنا تلاقي ان ساين ال 20 هي كوزاين الكام؟ الحاجه اللي بتكملها ال 90 اللي هي ال 70. طيب لو جيت انا سؤال قلت لك عايز اعرف ساين ال 60 بكام؟ تعملها لي ازاي؟ تعملها على الكالكوليتور. ازاي يا مستر الكالكوليتور؟ بص يا سيدي، ادي مثلا الكالكوليتور اهي،
ونقوم جايين كده على الكالكوليتور نكتب الكلمة هي ساين، فين كلمة ساين؟ شايفها هي ساين، وقوم كاتب 60 وقوم دايس ايكوال. بص طلع لي الإجابة كام؟ روت 3 اوفر 2. خلاص يا مستر اديني كده عرفتها، روت 3 اوفر 2. طب افرض جاب لي العكس، سألني بيقول لي ساين انهي انجل، وليكن انجل اسمها اكس، بروت 3 اوفر 2. ساين انهي انجل اللي بروت 3 اوفر 2؟ تقول لي يا مستر 60. اقول لك طب ما افرض ان انت مش عارف انها 60، انا اعرف منين اقعد اجرب ساين ال 20 ساين؟ لا ما هو مش معقول. بنقوم عاملين ايه يا اولاد؟ لو عايز تعكسها تعرف الانجل نفسها بكام، انهي انجل، الميجر بتاع الانجل بكام، بقوم عاملها على الكالكوليتور ازاي؟ بدوس شيفت بعدين ساين، بنسميها ارك ساين او شيفت ساين. شيفت ساين بيعمل لك العلامه دي كده، وتكتب جواها روت 3 اوفر 2. دي معناها بقول للكالكوليتور ساين انهي انجل اللي بروت 3 اوفر 2، كاني بسال الكالكوليتور السؤال ده، ساين انهي انجل، واقوم قافل البراكت كده. بص يطلع بكام؟ شيفت ساين، كتبت شيفت ساين وكتبت روت 3 اوفر 2 ايكوال، طلع بكام؟ 60. ايه ده؟ ده طلع لي ان الانجل اللي جوه ب 60. شفت بقى؟ طلع لي ان الاكس ب 60. طب اسال سؤال تاني اضحك على الناس شويه، لو انا قلت ساين 2x ايكوال روت 3 اوفر 2، اسال بقى دلوقتي مش اللي جوه دوت، انا بقول ساين انهي انجل، انا ماليش دعوه بالانجل اللي جوه، ساين اللي جوه ده ساين انهي انجل لبروت 3 اوفر 2، اعمل شيفت ساين روت 3 اوفر 2 يطلع 60، يعني الانجل اللي جوه اللي اسمها 2x دي ب 60 صح؟ مش ساين ال 60 هو اللي بالكلام ده، يبقى الاكس بكام؟ 60 ديفايد 2 تطلع 30. طيب اسال كده حضرتك سؤال كمان، لو انا جيت سالت الناس ساين انهي انجل ساين اكس ايكوال هاف، يبقى الاكس بكام؟ تقول لي يا مستر انا عايز اعرف الانجل، نقوم عاملين شيفت ساين، نقوم جايين كده على الكالكوليتور اقوم دايس شيفت ساين واقوم كاتب جواها ايه؟ هاف 1 ديفايدد 2 وادوس ايكوال واشوف الانجل تطلع لي بكام، واقوم طبعا قافل البراكت وندوس ايكوال يطلع ب 30، طلعت الاكس ب 30. طب لو سالت الناس ساين 3x ايكوال هاف، عايز اعرف الاكس بكام؟ تقول لي سهله، ساين انهي انجل اللي بهاف؟ انا لسه قايل ساين ال 30 هي اللي بهاف، نعمل شيفت ساين او اعمل كده شيفت ساين للهاف يطلع ب 30. يعني يا مستر 3x اللي جوه ده ب 30، يعني الاكس بكام؟ 30 ديفايد 3 اللي يطلع ماله ديفايد 3؟ ماشي يا اولاد يطلع ب 10 ديجريز. عرفنا كده، وعلى فكره دي مسائل بتيجي تشوز كتير جدا موضوع اللعب ده. طب افرض قال لك كوزاين اكس ايكوال هاف، عايز اعرف الاكس بكام؟ المره دي بدل ما اعمل شيفت ساين او ما اعمل شيفت ايه؟ شيفت كوزاين بقى، ما هو بيقول لي ان كوزاين انهي انجل اللي بهاف، اعمل شيفت كوزاين او نفس الكلام شيفت وبعدين كوزاين واقوم كاتب هاف 1 اوفر 2 1 اوفر 2 وادوس ايكوال طلع 60، يعني الانجل اللي انا عايزها يا اولاد بكام؟ ب 60. وطبعا في شيفت تان وفي شيفت وهكذا. يبقى اول يا اولاد ما يطلب مني الانجل نفسها اقوم عامل فيها ايه؟ اقوم جاي يا اولاد واقوم عامل شيفت ساين شيفت كوزاين او شيفت تان. اظن يا ريت الكلام ده يكون واضح. تعالوا بقى نرجع للمسائل بتاعتنا ونشوف كده هنعمل ايه. احنا كنا وصلنا لحد، كنا حلينا اظن الكلام ده، حلينا دي ووقفنا عند question 5. بص يا اولاد بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي ده ريكتانجل، مش معنى ان ده ريكتانجل تبقى دي رايت انجل. طيب السايد ده 4 والسايد ده ب 3، اقدر اجيب السايد ده؟ اه. نقوم عاملين روت سكوير روت 4 باور 2 ماينس 3 باور 2. حضرتك كده تحسب لي الكلام ده 4 باور 2 اللي هي 16 ماينس 9، يطلع السايد ده بروت كام يا اولاد؟ ده كده يطلع بروت 7، يعني ده كده يا مستر بروت 7. مش مهم يطلع بروت ما يطلع زي ما يطلع. طيب بص بقى هو عايز مني ايه؟ فايند ميجر اوف انجل بي اي سي، الانجل دي بكام؟ الانجل دي بكام؟ بص بقى اول ما يطلب منك ميجر اوف انجل، اول ما يقول لك كلمه ميجر يا شيفت ساين يا شيفت كوزاين يا شيفت تان، انا عن نفسي هختار شيفت ساين مثلا او شيفت ساين. شيفت ساين كام اوفر كام؟ الساين يا اولاد مش نكتب كده هو سوكا تو
كنا ممكن نعملها بكذا طريقة، وهوريك حتى كذا طريقة. الساين مش عبارة عن opposite over adjacent، يعني root 7 over 4. opposite اللي هو الروت 7 over ال 4، اعمل shift sign root 7 over 4. بص كده، تعال كده وريني، ونقوم جايين هنا كده يا ولاد، وقوم عامل shift. خلينا ناخد دي كده على جنب بس عشان الكلام اللي مكتوب ده اهو. ده هي شكلها بقى ايه، هتيجي كده وخلاص اهو. ونكتب كده يا ولاد shift sign، بص كده. سوري لا، ده انا ما كتبتش shift shift sign، انا كتبت sign عادي. ما دام ما حطلكش الماينس 1 يبقى كده shift sign. ونكتب كده جواها يا ولاد علامه اهي، ونعمل root 7 over 4. هيطلع رقم غريب على فكره بالديسمال، وده طبيعي يطلع زي ما يطلع عادي. روت 7 لا، روت 7 اوفر 4. سوري اوفر 4. بص طلعت الانجل بكام؟ طلعت الانجل ب 41 ديجريز بوينت 4. ساعات يا ولاد بدل لما بنكتب الكلام ده دوس كوما كده يطلعها لك بالديجري والمينت والسكند كده احسن، اكتبها دايما كده. يبقى طلعت الاجابه بتاعتي كام؟ طلعت 41 ديجريز. بص بقى طلعت الانجل اللي انا عايزها بكام؟ طلعت يا مستر 41 ديجريز و24 مينت و34.64 seconds. طب كان ممكن احلها حل تاني؟ اه كان ممكن. نعمل ايه بقى؟ كان ممكن بدل ما عملت شيفت ساين كان ممكن اعمل شيفت كوزاين. طب ما تيجي كده نجرب يا مستر. يعني كان ممكن حد يقول لي لا يا مستر، طب انا عايز اعرف لو كنت عملت بقى شيفت كوزاين بس مش ساين، شيفت كوزاين بس المره دي في الكوزاين، مش الكوزاين عباره عن ادجيسنت اوفر هايبوتنس. ايه الادجيسنت؟ 3 اوفر 4. كنت اعمل شيفت كوزاين للانجل 3 اوفر 4. جرب كده اعمل لي شيفت كوزاين. ادي يا مستر المفروض يطلع نفس الانسر، شيفت كوزاين، واقوم كاتب هنا يا ولاد 3 اوفر 4 وادوس ايكو. طلع لي حاجه كده، بص دوس كوما. ايه ده؟ دي طلعت نفس الانجل 41 ديجريز و24 مينت و34.64 سكندز. طب كان ممكن اعمل كمان شيفت تان. يعني بص كده كان ممكن اعمل شيفت تان، بس التان عباره عن ايه اوفر ايه؟ التان توه اوبوزيت اوفر ادجيسنت. ايه الاوبوزيت؟ روت 7 اوفر 3. صح؟ روت 7 اوفر 3. يعني بص كده ممكن اقوم جاي هيطلع لي نفس الاجابه، ادي شيفت تان، واقوم كاتب يا اولاد روت 7 ماشي كده، ونقوم عاملين اوفر 3 وندوس كده ايكوال ماشي ايكوال، وندوس كوما. طلع لي 41 ديجريز و24 مينت و34.64 سكند، كلهم طلعوا لي نفس الاجابه. يبقى يا اولاد لو هو عايز ميجر تعمل يا شيفت ساين يا شيفت كوزاين يا شيفت تان، وشكرا على كده. اظن الموضوع بسيط جدا 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 ماشي كده يا اساتذه، اظن الدنيا سهله قوي. طيب تعالى كده نخش على الكويستشن اللي بعده. بص كده معايا، مديني الشيب اللي قدامي ده، قايل لي ان السايد ده ب 15 وده ب 13 وده كده ب 9. مبدئيا يا اولاد ابتدي دايما بالتراينجل اللي انت تقدر تجيب فيه السايدز، مش ده ب 15 وده ب 9. عايز اجيب السايد الثالث، مش ده رايت انجل تراينجل، انا هبتدي بالتراينجل ده. مش ده رايت انجل تراينجل، طيب هعمل 15 باور 2 ماينس 9 باور 2 تحت الروت، اعمل سكوير روت كده 15 باور 2 ماينس 9 باور 2 ونحسب. تعالى كده اما نشوفه يطلع بكام. لو انا عملت يا اولاد اهو سكوير روت سكوير روت، ونعمل 15 باور 2 ماينس 9 باور 2 كل ده تحت الروت وادوس ايكوال، دوس كده ايكوال يطلع ب 12. يعني السايد يا مستر اللي هو اللي في النص ده كده ده ب 12 يا اولاد. طب استنى بالمره، مش ده برضه رايت انجل تراينجل؟ سايد ب 13 وسايد ب 12، ما تيجي نجيب الحته اللي تحت دي. عامل 13 باور 2 ماينس 12 باور 2 يطلع ب 5. خلاص كده عرفت كل السايز. تعالى بقى اما نبتدي نايه، لما نمسح كده الحته دي خلاص دي كده كل السايز بتاعتي. تعالى بقى اما نبتدي نحل. بيقول لي اول حاجه يا اولاد فايند ان ذا سمبلست 4. بص بقى ده طالب شويه حاجات هعمل زي ما هو عامل اهو، هو عامل بتاع كده. تعالى نمسكها واحده واحده، وادي عشان دي تلخبط شويه. سو كا تو، وعلى فكره مش محتاج غير تو دي عشان كلها فيها تان. اول حاجه بيقول لي عايز تان ميجر اوف انجل سي اي دي. فين الانجل اسمها سي اي دي؟ سي اي دي، شايف الانجل دي كده؟ عايز التان بتاعها، مش التان اوبوزيت اوفر ادجيسنت يعني 9 اوفر 12 في الترينجل ده، صح؟ تان الانجل دي 9 اوبوزيت اوفر الادجيسنت اللي هو 12، يبقى 9 اوفر 12 ماينس
تاني حاجة عايزها تان البي اي دي، انا همسح بس الشرط دي كده. تاني حاجة عايزها قلنا دي 12 ماشي. تاني حاجة عايزها يا ولاد تان البي اي دي، فين البي اي دي اللي هي الانجل دي؟ مش التان عبارة عن اوبوزيت اوفر الادجيسنت، يعني 5 اوفر 12 اوفر تان السي اي دي. انا لسه مطلع السي اي دي، لسه مطلع التان بتاعها بكام؟ ب 9 اوفر 12 بلس تان البي اي دي اللي هي الانجل دي، مش انا لسه مطلع التان البي اي دي 5 اوفر 12 اوبوزيت اوفر ادجيسنت 5 اوفر 12 واحسب بس كده، بس كده اه بس كده. ده ماينس ده يا ولاد حطها على الكالكوليتور زي ما هي، ده ماينس ده يطلع 4 اوفر 12 وده بلس ده يطلع 14 اوفر 12 وتعمل لي كده هتلاقي 12 راحت مع 12 يتبقى لك 4 اوفر 14 نعمل ديفايد 2 ديفايد 2 تطلع الانسر في الاخر 2 اوفر 7. شايف كل العك ده طلع 2 اوفر 7، اظن بسيطه جدا جدا جدا. يجي للي بعده، بص هنا بقى بيقول لي ايه من اول هنا المساله دي تبتدي، ها يعني الافكار بقى تبتدي شويه. بيقول لي ايه يا اولاد؟ اول حاجه بيقول لي عايز يعرف ساين البي، وبعد ما اجيب ساين البي قول لي انجل بي بكام ديجري. الميجر، ميجر دي يعني يا شفت ساين يا شفت كوزين يا شفت تان، وراح دماغك. بعدين بيقول لي ذا سيرفيس اريا اوف ترابيزيوم اي بي سي دي، وكاتب لي هنت درو اي اتش بيربنديكولار تو بي سي. يعني انا هحتاج هنت كده انك هتحتاج تعمل خط كده بيربنديكولار اسمه اي اتش، ده هو اللي قايل. بيقول لي هتحتاج الخط ده. طب مبدئيا كده لو انا نزلت خط كده بيربنديكولار، مش الطول اللي فوق ده 4 يبقى الحته دي كده كلها كام؟ اللي تحت دي 4. طب ما ده كله 7 حته منه 4 يبقى الحته دي كام؟ 3. طب مش ده رايت انجل تراينجل يا ولاد؟ سايد ب 5 وسايد ب 3 يبقى اعمل سكوير روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 يطلع الحته دي بكام؟ ب 4. طب لو السايد ده 4 يبقى ده كام؟ 4. اديني كده ده انا عرفت كل اللينسز. تعالى بقى نسيب كده المساله كده ونبتدي نشتغل. نبتدي بقى نشتغل يا ولاد. اول حاجه وعايز ساين البي، شايف البي اهو ادي سو ك تو. ساين البي يا ولاد، ساين البي عباره عن ايه؟ مش الساين عباره عن اوبوزيت اوفر الهايبوتنس؟ ايه الاوبوزيت البي؟ 4 اوفر 5. خلصت. وبعدين بيقول لي طب ميجر اوف انجل بي بكام؟ عشان اعرف ميجر قلت ميجر يبقى شيفت ساين او شيفت كوزين او شيفت تان. خلاص هعمل شيفت ساين ل 4 اوفر 5، نقوم جايين كده وادي كده يا ولاد شيفت ساين ونقوم كاتبين 4 اوفر 5 وادوس ايكوال، وبعدين يطلع لي حاجه ادوس كوما اشوفها كده بالديجري والمينت والسكند كام. طلع كام يا ولاد؟ 57 ديجريز. سوري طلع يا ولاد، نكتب معلش عفوا يا ولاد معلش، طلع ادي الكالكوليتور طلع 53 degrees 7 minutes 48.37 seconds. طيب اللي بعده هو عايز ايه؟ عايز الاريا، الاريا بتاعه الترابيزيوم اللي اسمه اي بي سي دي. بص بقى افكر كده حضرتك، الاريا بتاعه الترابيزيوم كانت عباره عن ايه؟ هاف وبفتح براكت السم اوف تو بارالل بيزز تايمز الهايت. ايه التو بارلل بيزز اللي هما الاثنين؟ البيز دي ب 4 والبيز دي كلها ب 7، يعني هاف سم اوف تو بارلل بيزز 4 بلس 7 تايمز الهايت. الهايت اللي هو كام؟ 4. تحسب لي كده البتاعه دي 4 بلس 7 اللي هو 11 تايمز، وده مع ده كده يبقى لي 2 11 تايمز 2 ب 22 سنتيمتر سكوير. ماشي كده يا ولاد، وادي كده الكويشن ده اظن بسيطه قوي. طيب تعالى بقى نرجع للتشوز اللي انا كنت قلت لحضرتك عليه، احنا سايبينه تعالى نرجع له دلوقتي وبعدين نشوف بقى الجزء اللي هو الخاص بالهومورك. مبدئيا بيقول لي اول حاجه كوزين 46 degrees و 32 minutes rounding the sum to the nearest 4 decimal place. حضرتك بتجيب لي الكالكوليتور كده ونكتب زي ما هو كاتب لي، هو عايز كوزين البتاع دي اهو، يبقى اقوم كاتب اهو اجي كده كوزين واقوم كاتبها زي ما هي 46. طب ازاي يا مستر بحط الديجري دي؟ بدوس كوما وبعدين 32 كوما، ده اللي هو عايزه وهو وادوس ايكوال. كوزين الانجل دي بكام؟ بص طلع بكام؟ 0.6879 اهو، يبقى هي دي الاجابه. طب اللي بعده بيقول لي فور اني اكيوت انجل التان، قلنا الرول بتاع التان عباره عن ايه؟ ساين اوفر كوزين. طيب نيجي هنا بيقول لي لو عندي اي بي سي رايت انجل تراينجل ات بي، حط اي رايت انجل تراينجل اهو اسمه كده
ادي A B C. خليك دايما لو حاجه انت حتى مش عارفها بيقول لي ساين ايه بلس كوزاين ايه. اسهل حاجه يا اولاد عشان تحل المساله دي اعمل الرايت انجل ترينجل اللي هو اللي احنا حافظينه اللي هو 3 4 5 عارفين احنا ده اللي هو ده الريشوز دي صح يعني. ده باور 2 بلس ده باور 2 يكوال ده باور 2. جرب كده هات لي ساين الاي واعملها بلس كوزاين الاي. يعني جرب كده اعمل ساين اي بلس كوزاين اي. بص كده هيطلع ايه ساين الاي دي عباره عن ايه؟ مش ساين اوبوزيت اوفر الهايبوتنس 4 اوفر 5 بلس كوزاين الاي عباره عن ايه؟ ادجيسنت اوفر الهايبوتنس اللي هو 3 اوفر 5. الرقم ده يطلع بكام؟ مش 7 اوفر 5 ده الرقم ده اكبر من 1 يبقى مور ذان 1. مش لازم حتى لو انت حاجه مش عارفها افترض ارقام طالما الارقام دي صح. يعني ما ينفعش تيجي تحط لي الارقام تعمل لي رايت انجل ترينجل وتقول لي 2 3 7 لا ده ما لازم دول يعملوا ريشيو ان ده باور 2 بلس ده باور 2 ايكوال ده باور 2. ف 3 4 5 دي ريشيو احنا عارفينها حافظين احنا الترينجل ابو 3 4 5. طيب نيجي اللي بعده. امتى الساين لانجل بتبقى قد الكوزاين لنفس الانجل؟ مش احنا قلنا ال 45 صح؟ كتبناها ان الساين ال 45 ايكوال كوزاين ال 45. طب بص هنا السؤال ده بيقول لي تان الاتش بلس تايمز كوزاين الاتش. التان دي مش انا لسه عارف الرول بتاعها ساين اوفر كوزاين؟ طب ما تيجي نكتب كده ساين اتش اوفر كوزاين اتش. انا كتبت الاثنين دول مكان التان تايمز كوزاين اتش. ايه لازمتها؟ طب يا مستر عشان الكوزاين تشيل الكوزاين. يبقى لي ايه في المساله؟ يبقى لي ساين اي. فين ساين إيه؟ سوري ساين اتش يعني ما فيش اي اصلا هي اتش يبقى ساين الاتش. طب تعالى بص كده على المساله دي بيقول لي عندي رايت انجل تراينجل اهو والاثنين دول قد بعض. مش معنى ان الاثنين دول قد بعض يبقى الانجل دي 45 والانجل دي 45. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز تان السي. فين انجل سي اللي هي تاني الانجل دي؟ تان ال 45 ايكوال كام؟ تقوم كاتب لي كده نيجي كده على الكالكوليتور اهي وقوم كاتب يا اولاد تان 45 degrees ايكوال طلع بكام؟ ب 1. يبقى تان الانجل دي ب 1 وشكرا على كده. اظن بسيط قوي. طيب نيجي للي بعده. بص كده معايا عندي رايت انجل ترينجل سايد ب 5 وسايد ب 13 اعمل سكوير روت 13 باور 2 ماينس 5 باور 2. اظن احنا حفظنا كمان الترينجل ده 12. الترينجلز اللي هي الرايت انجل ترينجل اللي تحفظها في واحد 3 4 5 وفي واحد تاني برضو بيتكرر كتير اللي هو 8 و6 والهايبوتنس بتاعه 10. في واحد تاني اللي هو 5 و12 و13 ده برضو بيتكرر كتير. يعني تلاقي في حاجات كده بتقعد تتكرر مع بعض. ماشي؟ طيب المهم عرفت خلاص ان السايد ده ب 12. طيب هو عايز ايه؟ عايز تان البي. فين البي؟ اهي التان عباره عن ايه؟ فاكر صح كح تق اوبوزيت اوفر الادجيسنت. اوبوزيت اللي هو 12 اوفر الادجيسنت اللي هو 5 يعني 12 اوفر 5. فين 12 اوفر 5؟ مفيش 12 اوفر 5. لا استنى ما هو 12 اوفر 5 دي لو حضرتك جيت كده طلعت الكالكوليتور ما تجرب تحولها ديسمال ممكن يبقى هو 2 بوينت بتاع ده. يعني بص كده 12 over 5 over 5 يطلع بكام؟ نشوف كده نحوله ديسمال اللي هي زرار الاس دي طلع ب 2.4. اه يبقى هي 2.4. طب ليه هو كاتبها كده؟ هو رخام بيرخم عليك عايز يلخبطك. هنا بيقول لي فور اني اكيوت انجل التان قلنا عباره عن ايه؟ ساين اوفر كوزاين. طيب بصوا هنا بيقول لي تان ال 75 مش عباره عن ساين ال 75 اوفر كوزاين نفس ال 75. التان عباره عن ساين اوفر كوزاين. ماشي كده يا ولاد؟ طيب بيقول لي ايه بقى؟ لو انا عندي ان ترينجل اي بي سي. طيب عندي ترينجل خلينا نشيل الكالكوليتور دي ماشي عندي ترينجل اسمه اي بي سي. طيب اوكي بيقول لي ان ميجر اوف انجل اي ايكوال 85 والساين البي قد كوزاين البي. طيب عايز يعرف ايه؟ اولا يعني ايه كلمه ساين البي قد كوزاين البي؟ يعني انجل بي بكام؟ ب 45 اوتوماتيك. اول ما اقول لك ساين البي قد كوزاين البي يعني انجل بي 45. اه يبقى انا دلوقتي عندي تراينجل مثلث معين اسمه اي بي سي ما قاليش حتى انه رايت انجل تراينجل. عندي اسمه اي بي سي عرفت ان انجل بي ب 45 عرفتها منين؟ من المعلومه اللي هو اداهاني دي ان ساين البي قد كوزاين البي وقال لي ان انجل اي ب 85 يبقى الانجل الثالثه بكام؟ اعمل 180 ماينس 85 بلس 45 خلاص على كده. ماشي يا ولاد تطلع اظن بكام؟ ب 30 degrees. طيب نيجي اللي بعده. بص هنا بيقول لي ايه؟ ان ترينجل اي بي سي اف ميجر اوف انجل بي ايكوال 90. بص كده ادي انجل بي يعني رايت ات بي
البي هي اللي 90 ديجريز. رسمت كده بي وادي ترينجل اسمه اي بي سي دي 90. بيقول لي زن ساين اي بلس، عايز يعرف ساين الانجل دي بلس كوزين الانجل دي. بص بقى معايا كده عشان الحته دي ايه مهمه جدا. مش احنا قلنا بلاقي ساين الاي، هو عايز يعرف سوري ساين الاي بلس كوزين السي. مش احنا لسه قايلين ان ساين الانجل دي لو دي مثلا 20 ودي 70، مش احنا قلنا بتلاقي ساين ال 20 قد كوزين ال 70 كوزين الانجل دي، يعني ساين الاي قد كوزين السي، الاثنين دول قد بعض. طب يعني افهم دي تفيدني في ايه يا مستر؟ ما هو الساين ايه هي كوزين السي، الاثنين قد بعض. فايه راي حضرتك بدل كلمه كوزين سي دي نكتبها برضو، نكتبها ساين ايه، يعني ساين ايه بلس بدل كوزين سي اكتب ساين ايه، ما هم الاثنين واحد، الاثنين قد بعض، واحده من الساين ايه بلس واحده من الساين ايه يبقوا اثنين من الساين ايه. طبعا دي رخمه جدا جدا جدا، مهمه جدا برضو. ماشي يا ولاد، نيجي للي بعده. حلينا احنا الاسي، وصلنا حلينا كل ده، تعالى بقى نخش على مسائل اللي هي اللي كان مكتوب عليها هوم ورك. نخش كده هنا بسرعه. قلنا التان عباره عن ساين اوفر كوزاين، التان عباره عن ساين اوفر كوزاين اهو لحد ما نحفظها. ماشي يا ولاد، ونيجي اللي بعده. بص هنا كده بيقول لي ايه، حلينا احنا السؤال ده، قلنا ان لو الانجل دي الاثنين دول قد بعض، يعني دي 45 ودي 45، وتان ال 45 اكتبها كده على الكالكوليتر يطلع ب. طيب يجي اللي بعده بيقول لي دي برضو لسه حلينها، قلنا ان كوزين البي قد ساين البي يبقى الانجل بي ب 45، وعرفنا انجل ايه طلعت ب 30. دي برضو هي نفس المساله، قلنا طلعت 1، ودي احنا كنا حليناها كوزين الانجل دي 0.6 مش عارف ايه الكلام ده. طبعا انا بكون دايما عامل حسابي ان المسائل اللي محطوطه في الهوم ورك بتكون قريبه من اللي احنا حليناها المفروض في الفصل دي. لو انتوا فاكرين فكينا التان، قلنا التان عباره عن ساين الاتش اوفر كوزين الاتش تايمز نفس كوزين الاتش، نشيل الكوزين مع الكوزين يتبقى لي ساين. تان ال 75 قلنا عباره عن ساين اوفر كوزين، وقلنا دي مور ذان 1، ودي لسه قايلين ساين الاتش. لو ساين الاي قد كوزين الاي يبقى انجل ايه بكام؟ ب 45. ماشي كده يا ولاد، كل دي اسئله احنا حليناها قبل كده، بس برضو ايه للتذكير مش اكتر. قلنا التان عباره عن ساين اوفر كوزين، والاثنين دول قلنا 45، دي 0 بوينت مش عارف كام، دي مور ذان 1. دي بقى تعالى نمسك كده هنا، لو ده 13 وده 5 قلنا بعمل ده باور 2 ماينس ده باور 2 يطلع ب 12. تان البي بقى، تان الانجل دي تان اللي هو اوبوزيت اوفر ادجيسنت يبقى 12 اوفر 5 اللي هو 2.4. قلنا هنا يا اولاد لو انجل بي وقال لي ان ساين الاي بلس كوزين السي، قلنا ان ساين الاي هو كوزين السي، فاقدر اكتب مكان دي كانها ساين اي بلس ساين اي يبقوا 2 من ساين اي. ماشي يا اولاد؟ طيب نيجي بقى للمسائل. بص بقى ركز بقى معايا، دي كانت اظن المساله اللي هي اللي احنا كنا قلنا عليها حتى مش موجوده، دي مسائل الاسئله اللي هي مكتوب عليها. بص يا اولاد بيقول لي تان 3 اكس ايكوال روت 3. اسال حضرتك سؤال، هو تان انهي انجل اللي بروت 3؟ تان انهي انجل؟ انا ما اعرفش الانجل دي بكام. يبقى شيفت تان. لو عايز اعرف الانجل قلنا يبقى شيفت تان، تقوم حضرتك جاي لي كده واعمل لي شيفت تان وتكتب جواها روت 3. تان انهي انجل اللي بروت 3؟ وادوس ايه 60. ايه ده يعني الانجل اللي عندي دي يا مستر اللي اسمها 3 اكس دي ب 60، يعني الاكس بكام؟ 60 ديفايد 3 تطلع بكام؟ ب 20. اديني عرفت الاكس وهو ده اللي هو عايزه، يبقى الاكس ب 20. اظن بسيطه قوي. اللي بعده بص كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكس واي زي از رايت انجل ترينجل، ادي رايت انجل ترينجل، تقوم اوتوماتيك كده جاي راسم لي رايت انجل ترينجل، وبعد اذنكم ما حدش يعمل لي ترينجل عامل كده. هي مش ناقصه اعاقه، هو قال لك رايت انجل ترينجل عشان ما تلخبطش نفسك، ارسمه شكله رايت انجل ترينجل، يعني خليه شبهه. تقول لي واحد يعمل لي ترينجل شكله عجيب كده، اقول له هو ما هو ترينجل اهو ماله، ما زي الترينجلات بتاعت ربنا. لا يا اخويا اعمله لي رايت انجل ترينجل بعد اذنك. ماشي، ادي رايت انجل ترينجل اهو اسمه اكس واي زد، قال لي ات زد، يعني الزد دي هي الرايت انجل، حط الاكس في اي حته والواي في اي حته. الاكس زد ب 2 الواي زد ب 4، مبدئيا اقدر اجيب ده، اعمل سكوير روت 4 باور 2 بلس 2 باور 2 دول بلس بعض 4 بلس 16 يطلع روت 20. روت 20 دي
اللي هي عبارة عن كام تايمز كام، أظن اللي هي 2 روت 5 ماشي. ولو عايز نتأكد برضو تعمله كده اه، بس أظن هيطلع ده 2 روت 5 ماشي. بيقول لي عايز يعرف إيه؟ عايز يعرف شوية حاجات كده. أول حاجة عايز كوزين إكس، بص عايز إيه؟ عايز كوزين إكس تايمز كوزين واي بلس ساين إكس تايمز ساين واي. في المسائل دي اكتب لي الحاجة اللي هو عايزها وحط كل حاجة تحتها. إيه كوزين الإكس؟ بص كده كوزين الإكس دي ايه؟ كوزين الاكس ادجيسنت اوفر هايبوتنس، او نكتبها لك سوكاتو او سوكاكاتو سوكاتو. الكوزين ادجيسنت اوفر الهايبوتنس، يبقى كوزين الانجل دي 2 اوفر 2 روت 5. 2 اوفر 2 روت 5 تايمز كوزين الواي. ايه كوزين الواي دي؟ بص ادجيسنت اوفر الهايبوتنس 4 اوفر 2 روت 5. طيب وبعدين بلس ساين الاكس اوبوزيت اوفر الادجيسنت اللي هو 4 اوفر 2 روت 5 تايمز ساين الواي اوبوزيت اوفر الادجيسنت اللي هو 2 اوفر 2 روت 5 ماشي كده يا ولاد. وحضرتك تيجي كده تحسب لي الكلام ده، مش اكتر من كده. تعالى بقى نحسب كده الكلام ده، ال2 تتشال مع ال2 طبعا، انت تحطها على الكالكوليتور زي ما هي، وهنا تبقى دي 2 اوفر روت 5 يعني دي 2 اوفر 5 بلس ودي برده 2 اوفر 5 كلها، يطلع الكلام ده 4 over 5 كله. طبعا بقى اتاكد بالكالكوليتور كده وشوف هتحسبها ازاي. ماشي يا سيدي، بس اهم حاجه تطلع لي الريشوز دي. طيب بص كده اللي بعده، بيقول لي عندي رايت انجل تراينجل اي بي سي ات سي، ادي رايت انجل تراينجل اهو، شكله رايت انجل تراينجل اهو ماشي. ات ايه يا اولاد؟ ات سي. نقوم جايين كده عند السي، وادي الاي في اي حته والبي في اي حته. قال لي ان الاي بي، شايف الاي بي ده ب 5 والبي سي ب 3، يبقى ده بكام؟ ده باور 2 ماينس ده باور 2 يطلع 4. احنا حفظنا خلاص اللي هو 3 4 5 اللي هو الترينجل ده. ايه اللي هو عايزه؟ اول حاجه عايز الاي سي، يبقى الاي سي الستبس عملت ايه؟ عملت سكوير روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 طلع ب 4 سنتيمتر. تاني حاجه عايز ايه؟ عايز ساين الاي وعايز ساين البي وعايز تان الاي تايمز تان بي، مش حاطط ما بينهم علامه يعني تايمز، عايز الثلاث حاجات دول. طيب تعالى كده اما نشوف، ادي سو ك تو او صح ك تو الساين اوبوزيت اوفر الهايبوتنس لانهي انجل؟ للاي. بص للاي، ادي الانجل ايه اهي، اوبوزيت اوفر الهايبوتنس اللي هو 3 اوفر 5. طب بالنسبه للبي، ساين البي اوبوزيت اوفر الهايبوتنس 4 اوفر 5. tan a times tan b، ايه tan الـ a؟ بص tan الـ a opposite over adjacent يعني 3 over 4 times، ايه tan الـ b opposite over adjacent اللي هو 4 over 3، نعملهم times يطلع ب 1 ماشي كده يا ولاد. واديني كده حسبت كل حاجه. نيجي للي بعده، حاول تبوز الفيديو كده وتشوف هتعرف تحله ولا لا. ادي بيقول لي right angle triangle، ادي يا سيدي right angle triangle اهو، قال لي add b وادي الـ a هنا وادي البي سي اهو السي هنا، قايل لي ان الاي بي ب 5 والاي سي ب 13، اعمل سكوير روت ده باور 2 ده باور 2 يطلع ده ب 12. ايه اللي هو عايزه؟ عايز ميجر اوف انجل سي. قلت طالما عايز ميجر اوف انجل سي بعمل يا شيفت ساين يا شيفت كوزاين يا شيفت تان. اول ما يطلب ميجر يا شيفت ساين يا شيفت كوزاين يا شيفت تان. طيب تعالى كده اما نحسب، نعمل شيفت ايه؟ شيفت ساين اهو، واحط جوه الساين كام بقى اوفر كام؟ ساين بتكلم على السي 5 اوفر 13 اوبوزيت اوفر الهايبوتنس. او حد يقول لي لا انا عامل شيفت كوزاين، بس شيفت كوزاين لايه؟ اوفر ايه؟ ادجيسنت اوفر الهايبوتنس 12 اوفر 13. او واحد يقول لي لا انا هعمل شيفت تان اوبوزيت اوفر ادجيسنت 5 اوفر 12. كل دول هيطلعوا لك نفس الاجابه الثلاثه دول. تعالى كده اما نشوف الموضوع اللي انا عايزه، ادي مثلا الكالكوليتور اهي، تعالى كده يا سيدي ونطلع الكلام ده. انا هعمل وليكن مثلا شيفت ساين شيفت ساين، واقوم كاتب جواها 5 اوفر 13 وادوس ايكوال. بص كده ودوس لي كوما، بعد ما تطلع لي الاجابه دوس كوما. بص طلع بكام؟ 22 ديجريز 22 ديجريز 37 مينت 11.51 سكندز. طب بص كده، لو كنت انا عملت شيفت كوزاين كان هيطلع نفس الاجابه؟ اه طبعا كان هيطلع نفس الاجابه. بص كده يا سيدي، ادي شيفت كوزاين بس كام اوفر كام بقى؟ 12 اوفر 13 12 اوفر
30 وتدوس ايكوال كده هتلاقيه لازم يطلع لك نفس الاجابه، والا حضرتك تبقى غلطان في حاجه. اهو 22 degrees 37 minutes دوس كوما 11.51 seconds، ولو عملت شيفت تاني هيطلع لك نفس الاجابه. اظن بسيط جدا. طيب تعالى بقى سوري نرجع كده، ولسه كان طالب حاجه تاني، بس انا همسح دلوقتي الجزء ده، مش عايز الحته دي خلاص. احنا خلاص طلعنا الانجل اهي، يبقى ميجر اوف انجل سي ايكوال شيفت ساين. طبعا لما تكتبها لي تكتبها لي ازاي؟ تكتب لي اهو ان ميجر اوف انجل سي ايكوال شيفت ساين للكلام ده اللي هو ايكوال كذا. طيب ايه اللي هو عايزه؟ بيقول لي بروف ذات ان ساين اي كوزاين سي بلس كوزاين اي ساين سي ايكوال 1. بيقول لي اثبت لي الكلام ده. طيب انا بكتب الكلام ده ازاي يا اولاد؟ بنقوم جايين كده ماسكين الليفت هاند سايد الناحيه الشمال، تعالى كده اشتغل فيه. الليفت هاند سايد ساين الاي ايكوال كام يا اولاد؟ بص كده ساين الاي الساين سوكاتو تو الساين اوبوزيت اوفر الهايبوتنس يبقى 12 اوفر 13 تايمز كوزاين السي. بص كده كوزاين السي بقى ايكوال ايه؟ اوبوزيت اوفر الهايبوتنس اللي هو 5 اوفر 13 سوري كوزاين السي كوزاين السي adjacent over hypotenuse اللي هو 12 over 13 برضو plus كوزاين ال A كوزاين adjacent over hypotenuse 5 over 13 times sin C opposite over over hypotenuse اللي هو 5 over 13. تحسب كده حضرتك الكلام ده يطلع ب 1 تقوم قايل لي equal الرايت هاند سايد الناحيه الشمال قد الناحيه اليمين. ماشي يبقى انا مسكت الناحيه الشمال لوحدها حسبتها طلعت ب 1 والرايت هاند سايد طلع ب 1، اذا الاثنين قد بعض يبقوا قد بعض خلاص. ماشي يا اولاد نيجي اللي بعد. بص كده هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي رايت انجل تراينجل ات واي. تقوم حضرتك جاي كده راسم لي رايت انجل تراينجل ات الواي. اسمه ايه التراينجل الجميل ده؟ اسمه اكس واي زي. ادي الاكس وادي الزي في اي حته. قال لي ان الاكس واي ب 8 والواي زي كل ده ب 15، يبقى ده بكام؟ اعمل سكوير روت، نطلع كده نعمل سكوير روت 15 باور 2 ماينس 8 باور 2 ونطلع. ادي يا مستر وجايين كده هنا ونقوم عاملين سكوير روت ونقوم عاملين 15 باور 2 ماينس 8 باور 2 يطلع بالدسمه اللي زي ما يطلع براحته براحته خالص. بص طلع بروت كام؟ ده رقم عجيب، طلع بروت 161. ومال يطلع زي ما يطلع. تعالى نرجع كده معلش اهو طلع مستر روت 161 ومال يطلع زي ما يطلع. اول حاجه وعايز ايه؟ عايز تاني الزد تاني الانجل دي. طيب مش تان الزد عباره عن اوبوزيت اوفر ادجيسنت، يعني اوبوزيت اللي هو 8 اوفر روت 161 يطلع زي ما يطلع، سيبها له كده. طب بص تاني حاجه عايز ايه؟ عايز ساين باور 2 للاكس بلس كوزاين باور 2 للاكس. بيقول لي بروف ان الكلام ده ايكوال 1، يبقى نمسك الليفت هاند سايد الناحيه دي. ايه الساين باور 2 للاكس؟ ساين الاكس عباره عن ايه؟ اوبوزيت اوفر الهايبوتنس اللي هو روت 161 اوفر الهايبوتنس اللي هو 15، بس ده قال لي باور 2 يبقى احط هنا باور 2 بلس كوزاين باور 2 نفس الاكس اللي هو ادجيسنت اوفر الهايبوتنس اللي هو 8 اوفر 15 اول باور 2. حضرتك تحط لي دي كده على الكالكوليتور هتطلع 1. ايه ده معقوله يا مستر؟ اه يا سيدي لو مش مصدق اهو بص كده نكتبها زي ما هي. بص كده قوم جاي اهو قوم عامل براكت زي ما هو مكتوب وقوم كاتب جوه البراكت يا اولاد قوم عامل العلامه دي كده وقوم عامل فوق روت 161 وانزل تحت قوم كاتب ايه 15 اوفر 15 وقوم داخل يمين كده وقوم قافل البراكت عليهم كلهم واحط فوق البراكت باور 2. ماشي كده؟ بعدين نقوم جايين يا اولاد نخش يمين كده بلس براكت تاني جميل اهو واعمل علامه الفراكشن احط جواها 8 اوفر 15 15 ونقوم يا اولاد داخلين هنا كده قافلين علامه البراكت ونحط علامه الباور 2 ودوس لي ايكوال كده طلع بكام ده؟ 1. يبقى الانسر طلعت لي 1 زي ما هو فعلا طالب مني اللي هو ايكوال الرايت هاند سايد بتاعي. يبقى ايكوال الرايت هاند سايد اللي انا عايز اثبته. ماشي كده يا ولاد؟ اظن بسيط قوي. طيب نيجي للي بعده. بص كده بيقول لي ايه هنا؟ برضه نفس المساله يعني دي اظن حاول بقى تبوز الفيديو بعد اذن حضرتك وتوريني كده هتشتغل ازاي. رايت انجل تراينجل اسمه ايه؟ قال لي ات سي
وهنا الـ A وهنا الـ B أكيد. وقال لي إن السايد الـ AB كله بـ 13 والـ BC كله بـ 12. أول حاجة تعملها لي تجيب لي الـ AC equal square root 13 power 2 minus 12 power 2 يطلع بكام؟ بـ 5 سنتيمتر. بعدين عايز إيه؟ sin A times cosine B plus cosine A times sin B. تمسك لي الـ left hand side وتكتب المسألة وتحط كل حاجة تحتها. sin الـ A cosine الـ B plus cosine الـ A sin الـ B. حط لي كل حاجة تحتها. ماشي كده يا ولاد. sin الـ A عبارة عن إيه؟ opposite over الهايبوتنس اللي هو 12 over 13. cosine الـ B برضو 12 over 13 plus cosine الـ A هيطلع 5 over 13 وساين البي برضو 5 over 13. تحسب لي كده الكلام ده يطلع ب 1 وراح دماغك على طول. ماشي يا ولاد. نيجي هنا اظن دي احنا حليناها، دي حليناها في بدايه الفيديو. نيجي هنا بقى، بص يا ولاد بقى معايا بيقول ايه. بيقول لي اي بي سي از ان ايسوسلس تراينجل. ده ما قاليش انه رايت انجل تراينجل، قال لي ان انا عندي ايسوسلس تراينجل كده. كل اللي قال لي ان في اثنين سايدز قد بعض، اسمهم ايه الاثنين سايدز دول؟ واحد اسمه AB واحد اسمه AC، الاثنين دول قد بعض. طيب قال لي sin A over 2 equal 4 over 5. يا مستر العك ده، find cosine B without using a calculator. بص بقى نوع المسائل دي، انا محتاج اعمل construction، اوصل خط كده perpendicular. ليه يا مستر؟ عشان يا اولاد انا محتاج right angle triangle. انا ما ينفعش اشتغل مسائل sin وcosine وtan من غير right angle triangle، فمحتاج ده. خلاص ماشي. مش احنا اخدنا ان لو عندي ايسوسلس تراينجل ورسمت خط بيربنديكولار بيبايسكت الفيرتكس انجل، يعني لو كل دي الانجل اللي اسمها ايه، مش تبقى دي اسمها A اوفر 2 نص الاي ودي A اوفر 2؟ طيب هو قال لي يا اولاد ان ساين الانجل دي اللي هو اوبوزيت اوفر الهايبوتنس ب 4 اوفر 5. يعني هو قال لي ان ساين الانجل دي ب 4 اوفر 5. طب هو عايز ايه؟ يعني خلي بالك كده، قال لي ان الساين مش الساين اوبوزيت اوفر الهايبوتنس، يعني ده 4 مثلا وده 5. ايه ده؟ يبقى ده كام؟ ده باور 2 ماينس ده باور 2، ده ب 3. مش هو اللي قال لي كده ساين الانجل دي اوبوزيت اوفر الهايبوتنس 4 اوفر 5؟ يبقى ده بكام؟ ب 3. ايه اللي حضرتك عايزه يا مستر؟ انا عايز بقى كوزاين الانجل دي، كوزاين الان كوزاين البي. طب ما هي كوزاين البي ادجيسنت اوفر الهايبوتنس، ده برضه 4 اوفر 5. كوزاين البي equal 4 over 5. او حد من الاول يقول لي يا مستر مش انا عارف ان ساين الانجل دي هي قد كوزاين الانجل دي، عشان الاثنين الصم بتاعهم ب 90. برضه صح، يبقى تطلع برضه 4 over 5. ماشي يا اولاد، هي الفكره كلها في رسمتها. طبعا نيجي هنا عندي سايد ب 13 وسايد ب 5، حفظنا يبقى ده بكام؟ ب 12. حط كل حاجه تحتها، شوف ده يطلع لي بكام. الكلام ده اظن بسيطه جدا جدا جدا، على ما اظن هتطلع ب 1. طيب نيجي للي بعده. لو جالي حاجه زي كده، بص بقى هنا، هنا بقى ده مهم شويه. قايل لي ان عندي انجل ب 50 والسايد ده ب 8. طيب بيقول لي find to the nearest one decimal place ال A B طوله كام and the length of B C. عايز يعرف كل واحد بكام. بص بقى عشان المساله دي رخمه شويه، خلينا نمسكها واحده واحده. هو انا لو قلت يا اولاد sin ال 50 بكام؟ ساين ال 50 مش اوبوزيت اوفر الهايبوتنس اللي هو السايد اللي اسمه AB اوفر ال 8 سنتيمتر. خلي بالك من حاجه، ساين ال 50 ده رقم اقدر احسبه، اقدر اجيب ال AB عشان اعرف ال AB او ما اعمل ايه. 8 تايمز ساين 50، 8 تايمز ساين 50 ديفايد 1. طب ايه ده؟ ما هو ساين ال 50 ده رقم يا اولاد، ما تيجي كده نعمل 8 تايمز ساين 50. بص كده يطلع بكام الكلام ده؟ خلي بس الكالكوليتر على جنب هنا عشان اقدر اقوم جاي كده يا ولاد، اقوم عامل 8 تايمز ساين 50 ديفايد 1. وطبعا ديفايد 1 مالهاش لازمه، اقوم قافل البراكت. يطلع بكام الكلام ده؟ ايه ده؟ طلع 6.1. خلاص ده طوله ب 6.1، ال AB ب 6.1 6.128، مش عارف ايه. طب والله اقدر اجيب ده من بايثاغورس، اعمل سكوير روت ده باور 2 ماينس ده باور 2. نقوم عاملين كده عشان اجيب بقى ده من عن طريق بايثاغورس، نقوم عاملين ايه سكوير روت، نقوم عامل 8 باور 2 ماينس الانسر اللي انا لسه جايبها باور 2. الانسر باور 2 او السايد اللي انا لسه جايبه اللي هو 6.1، عشان بس ما يبقاش فيه فرق في الحاجات دي. طلع الكلام ده بكام؟ طلع يا اولاد ب 5.14. هو عايز تو ذا نيرست كام؟ تو ذا نيرست سنتيمتر، يعني 5. ده تقريبا 5. طب برضه كان عايز ده تو ذا نيرست سنتيمتر، يعني 6. هو 1 ب 5 1 ب 6.
ده تقريبا يعني مش شبه كده، عشان قال لي طبعا ايه تو ذا نيرست سنتيمتر وبس كده. ماشي يا ولاد. طيب نيجي للي بعده، بص كده هنا مديني ايه، مديني سايد ب 10 وسايد ب 8، يبقى ده اعمل بايثاغورس يبقى ده 6. طيب اعمل ساين ده تايمز كوزاين ده بلس كوزاين ده تايمز ساين ده وتحسبها لي كل واحده تحتها كده. ساين الايه عباره عن ايه؟ ادي سو ك تو او صح ك حتو ساين اوبوزيت اوفر الهايبوتنس اللي هو 8 اوفر 10 تايمز كوزاين البي. ايه كوزاين البي؟ ادجيسنت اوفر الهايبوتنس اللي هو برضو 8 اوفر 10 بلس كوزاين الاي 6 اوفر 10 تايمز ساين البي اللي هو ايه بقى 6 اوفر 10. احسب لي كده الكلام ده يطلع ب 1. ماشي يا اولاد. نيجي اللي بعده، المساله دي احنا لسه حالين واحده زيها. لو عندي انجل قلت بقدر اقول ان ساين الانجل دي ساين ال 40 المفروض ايكوال للاي بي اوفر 12. ايه ده؟ طب ما نقدر اجيب الاي بي صح، ما دي كانها اوفر 1. يعني الاي بي ايكوال ايه يا اولاد؟ ال AB equal A 12 times the sine 40 يطلع رقم. ماشي كده؟ طيب تعالى كده اما نشوف يطلع بكام. 12 times the sine 40 ادي 12 times sine 40 يطلع بكام بقى الكلام ده؟ يطلع ب 7.71. يعني طلع ده كده ب 7.71 سنتيمتر. طيب بس خلي بالك، وده بكام ده؟ ده بكام؟ نعمل سكوير روت بايثاغورس بقى، ده باور 2 ماينس ده باور 2 روت 12 باور 2 ماينس الانسر دي باور 2 12 باور 2 ماينس اللي هي 7.71 باور 2 اللي هي الاجابه اللي انا لسه جايبها 7. عايز تكتب ماينس الانسر باور 2 زي المره اللي فاتت برضه صح، ماينس الانسر باور 2 يطلع بكام بقى؟ الاجابه اللي هي اخر اجابه متسجله في الكالكوليتر طلع ب 9.19. طلع الرقم ده ب 9.19. طب ايه اللي هو عايزه؟ هو مستر اللي عايزه عايز الاريا بتاع الترينجل. طب هي مش الاريا بتاعه الترينجل اللي اسمه اي بي سي عباره عن يا اولاد هاف تايمز بيس تايمز هايت؟ البيز اللي هو بكام؟ 9.19 تايمز الهايت اللي هو 7.71. تحسب لي كده الكلام ده، نمسك نفس الانسر دي نعملها تايمز الهاف تايمز الهاف وتايمز ال 7.71. خلي بالك وفي الاخر نعمل لها طبعا ايه ابروكسيميشن بالسنتيمتر سكوير، يعني طلعت 35.4 قول 35 خلاص يبقى الانسر 35 سنتيمتر سكوير. وبكده يا اولاد ده السؤال ده. تعالوا كده نبص على السؤال اللي بعده. المساله دي سخيفه شويه. بصوا بيقول لي هنا ايه يا اولاد؟ بيقول لي ميجر اوف انجل اي ايكوال توايس ميجر اوف انجل سي. انجل اي قد انجل سي مرتين. احنا اخدنا قبل كده مش الاثنين دول الصم بتاعهم ب 90؟ احنا اخدناها قبل كده قلنا لو عندي انجل توايس الثانيه مش بتبقى واحده 60 واحده 30 لو ما دام الاثنين كومبلمنتري؟ طب يا مستر انا ناسي الكلام ده. ادي يا سيدي انجل A وادي انجل C وادي الصم واحده توايس الثانيه، يعني انجل A قد C مرتين. لو C 1 تبقى دي كام؟ 2. الصم بتاعهم بكام؟ ب 3. مش هما الاثنين سبلمنتري انجل يعني 90 عايز اجيب انجل A 2 تايمز 90 ديفايد 3 يطلع ب 60. عايز اجيب انجل C 1 تايمز 90 ديفايد 3 يطلع ب 30. ده ايجاب. فهمنا كده؟ طيب ايه اللي هو عايزه؟ عايز كوزاين باور 2 للاي. شايف الاي دي نعمل لها كوزاين. تعمل كده كوزاين باور 2 للاي اللي هي انجل A عندي. ما حدش يقول لي السايز للاي 60. ماشي؟ يطلع الكلام ده ب 1 اوفر 4 بلس. هو انا حسبت الكوزاين باور 2 ده عايزهم بلس بعض لسه. يبقى انا مسحتها. انا هحسب دي لوحدها ودي لوحدها والتان باور 2 للسي تان السي. تان السي ده لو انا حسبتها اظن هتطلع بتان في 31 اوفر روت 3 نعملها باور 2 يعني 1 اوفر 3. هو عايز الاثنين دول بلس بعض، يعني عايز كوزاين باور 2 للاي بلس تان باور 2 للسي يعني 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 3. يطلع الكلام ده ادي كده 12 وادي 3 بلس 4 يعني يطلع 7 اوفر 12. ماشي كده يا اولاد. نيجي للي بعده. اللي بعده هنا مديني سايد ب 15 وسايد ب 20، نحسب ده كده يطلع ب 25 عن طريق بايثاغورس ونطلع كل حاجه، كوزاين ده، كوزاين ده، ماينس ساين ده، ساين ده، وهتشوفوا كده الكلام ده تحط كل حاجه تحتها طلع بزيرو اوكي، يبقى ايكوال الرايت هاند سايد، اظن بسيطه قوي يعني مش هاجي عليها كتير. تعالى كده اما نشوف السؤال ده، سايد ب 5 وسايد ب 3 ده حليناه،
ده يبقى ده 4. ايه اللي هو عايزه؟ ميجر اوف انجل اي سي بي، اول ما يقول لي ميجر يبقى يا شيفت ساين يا شيفت كوزاين يا شيفت تان. ماشي يا اولاد؟ يبقى الشيفت ساين، يبقى عشان اجيب ميجر اوف انجل اي سي بي قلنا بنعمل شيفت ساين او شيفت كوزاين او شيفت تان. لو اخترت مثلا الشيفت ساين اهو ساين انفرس كده يبقى 3 اوفر 5 اوبوزيت اوفر الهايبوتنس. بنقوم كده مطلعين الكالكوليتور وعاملين شيفت ساين ل 3 اوفر 5 شيفت ساين ونكتب جواها 3 اوفر 5 وندوس ايكوال. بعد ما نخلص ندوس كوم يطلع الكلام ده بكام؟ ب 36 degrees ب 36 degrees 52 minute 11.63 seconds. ماشي كده يا ولاد؟ الاريا بتاع الريكتانجل بيس تايمز هايت اللي هو 4 تايمز 3 اللي هو 12 سنتيمتر سكوير. ماشي يا ولاد؟ طيب نيجي للي بعده برضه هنا نفس المساله اظن دي هي يعني بس باختلاف الارقام. يعني حاول تبوز الفيديو كده وتحلها، ده 10 وده 6 يبقى ده 8 وطلع الميجر اوف انجل اي سي بي شيفت ساين شيفت كوزاين شيفت تان وتدوس كوما هيطلعوا لك نفس الاجابه. ماشي يا ولاد؟ نيجي هنا اظن دي برضه حلينا حاجه شبهها، مديني السايد ده ب 8 وده ب 8 وده ب 12. مبدئيا مش احنا عارفين ان من الايسوسيليس ترينجل لو نزلت بيربنديكولر يبقى الاثنين انجلز دول قد بعض وكمان بيبايسكت، يعني ده 6 وده 6. طيب ده رايت انجل ترينجل اهو المثلث ده، لو ده 6 وده 8 يبقى السايد الثالث بكام؟ اعمل 8 باور 2 ماينس 6 باور 2 تحت الروت، روت 8 باور 2 ماينس 6 باور 2 ونطلعه صح؟ نقدر نطلعه. طيب تعالى كده يا سيدي اما نطلعه 8 باور 2 نقوم جايين كده ادي سكوير روت 8 باور 2 ماينس 6 باور 2 هيطلع حاجه بالروت. اوكي يطلع زي ما يطلع، اهلا وسهلا مفيش مشكله، طلع 2 روت 7 خلاص 2 روت 7. ماشي يا مستر. وبعدين اهو 2 روت 7. طيب عايز ايه؟ اول حاجه عايز ميجر اوف انجل بي، اول ما يقول لي كلمه ميجر اوف انجل بي يا شيفت ساين يا شيفت كوزاين يا شيفت تان. طيب نطلع ايه؟ نحب نختار ايه؟ اي حاجه اللي انا عايزه، ممكن شيفت ساين بس اعمل ايه؟ اوبوزيت اوفر الهايبوتنس اللي هو 2 روت 7 اوفر 8 وتعملها شيفت ساين، او لو عايز شيفت كوزاين ويستحسن هنا تستخدم شيفت كوزاين. ليه؟ لان ال 6 انا متاكد من الرقم ده وال 8 انا متاكد من الرقم ده لانه مديهولي. افرض انت كنت حاسب ال 2 روت 7 دي غلط، فيستحسن تعمل لي شيفت كوزاين ل 6 اوفر 8. ماشي كده. ونيجي كده على الكالكوليتور بتاعتنا نقوم كاتبين شيفت كوزاين ل 6 اوفر 8 وندوس ايكوال وبعدين ندوس كوما. طلع بكام يا اولاد؟ 41 ديجريز. طلع الكلام ده ب 41 ديجريز 24 مينت 34.64 سكندز. ده اول حاجه. تاني حاجه عايزها السيرفيس اريا بتاع الترينجل. ايه الاريا بتاع الترينجل؟ عباره عن هاف تايمز البيس كلها بكام؟ ب 12 تايمز الهايت اللي هو 2 روت 7. ماشي كده نشيل ال 2 مع ال 2 يطلع الانسر 12 روت 7 سنتيمتر سكوير. ماشي يا اولاد نيجي للي بعده. بص كده هنا مبدئيا يا اولاد ابتدي بالترينجل ده، عندي سايد ب 17 وسايد ب 5، اقدر اجيب السايد التالت؟ اقدر اعمل 17 باور 2 ماينس 15 باور 2 كله تحت الروت. على كده نحسب الكلام ده، معلش انا بطيء شويه في الكالكوليتور دي لاني غير يعني لما تكون في ايدك. يعني 17 باور 2 ماينس 15 باور 2 ماينس يا اولاد ال 15 باور 2 كله تحت الروت يطلع الكلام ده ب 8. عرفت ان السايد ده كده ب 8. طيب ده ب 10 وده 8 في الترينجل ده، نعمل ده باور 2 ماينس ده باور 2 يطلع ده ب 6. طيب اديني كده عرفت كل السايدز. ايه اللي هو عايزه بقى؟ بيقول لي انا عايز تعمل 3 بعدين تعمل 3 دي تايمز تاني السي. ايه تاني السي؟ اوبوزيت اوفر ادجيسنت يعني 8 اوفر 15 بلس. تمام بلس ساين البي. ايه ساين البي دي؟ ساين الانجل دي اوبوزيت اوفر الهايبوتنس اللي هو 8 اوفر 10. اعمل لي كده ده ديفايد ده ديفايد 3 ديفايد 3 يطلع 8 اوفر 5 بلس 8 اوفر 10 يطلع الكلام ده بكام؟ ممكن عايز تعمل سمبليفيكيشن اوكي ديفايد 2 ديفايد 2 تبقى دي 4 اوفر 5 8 over 5 plus 4 over 5 يطلع 12 over 5 ودي الانسر بتاعك. ماشي يا اولاد نيجي اللي بعده. خلاص يعني قربنا نخلص. هنا ده نفس المساله، احنا قلنا لازم اعمل رايت انجل ترينجل كده، وقلنا لو ده 4 يبقى ده 4 وكل ده 7 يبقى اللي متبقي 3، ده 5 وده 3 يبقى ده 4 وده رايت انجل ترينجل. ايه اللي هو عايزه؟ ساين البي. ساين البي عباره عن ايه؟
opposite over the hypotenuse يبقى 4 over 5. عايز اعرف الانجل بكام او معامل شيفت ساين لل 4 over 5 وندوس كوم وتطلع لي بالديسيمال. الاريا عباره عن ايه؟ half sum of two parallel bases اللي هو 4 plus 7 times the height بتاعي. الهايت ده اللي هو الطول ده كده كله كام؟ times the 4. ماشي كده؟ نطلع الكلام ده واظن كان طالع ب 22 على ما اظن يعني 22 سنتيمتر سكوير. حلناها. نيجي لاخر حاجه خالص ودي اسئله من كتاب الخارجي بتاعنا عشان برضو قلت احب احط نوع الاسئله ده عشان يعني لو حطيته فيه يا مسائل الريشيو. If the ratio between the measure of two supplementary angles 3 to 5 خلي بالك انا عندي two angles مثلا واحده اسمها angle A واحده اسمها angle B الريشيو ما بينهم 3 to 5 قال لي انهم ايه supplementary. supplementary يعني السم بتاعهم بكام؟ 180 3 plus 5 اللي هو 8 ونحط هنا 180 تقدر تجيب لي الانجل دي والانجل دي ده تايمز ده ديفايد ده وده تايمز ده ديفايد ده. ماشي كده يا اولاد؟ اظن الموضوع بسيط جدا. نطلع لي كل انجل تطلع انجل منهم ب 67 degrees و 30 minutes واطلع الانجل بالرقم ده. طيب هل في طريقه ثانيه يا مستر؟ في طريقه ثانيه والطريقه الثانيه دي لازم تكون عارفها. ثواني كده معلش يا اولاد. ايه الطريقه الثانيه دي؟ الطريقه الثانيه يا اولاد مش الريشيو 3 to 5 سمي اول انجل اسمها 3x والثانيه اسمها 5x. مش هو قال لي ان هما سبلمنتري يبقى السم بتاعهم بكام؟ ب 180 3x plus 5x يبقوا 8x equal 180 يعني الاكس بكام؟ 180 divide 8 نمسك كده ونحسب 180 divide 8 نشوف كده يطلع الرقم ده بكام؟ 180 divide 8 يا ولاد divide ال 8 يطلع الرقم ده بكام بالديسيمال عادي يطلع ب 22.5. طيب اوكي الاكس ب 22.5 بص بقى اول انجل مش كان اسمها 3x يبقى الانجل اللي كان اسمها 3x يعني 3 تايمز 22.5 تحسبها لي كده تطلع 67 degrees و 30 مينت. تاني انجل مش كان اسمها 5x يعني 5x اللي هي 5 تايمز الاكس اللي انا لسه جايبها اللي هي 22.5 تطلع بالرقم اللي هو 112 degrees و 38 minutes. ده حل تاني. طيب تعالى كده اما نخش على المساله اللي بعدها نفس الحاجه the ratio between two complementary angles عايز تعملها لي 3 to 4 بعدين السم بتاعهم 7 تحط تحت complementary 90 وتجيب لي كل انجل او هسمي ايه يا اولاد؟ هسمي دي 3x plus 4x مش هم complementary يعني السم بتاعهم بكام؟ ب 90. ماشي يا اولاد 3x plus 4x اللي هم 7x equal 90 على فكره نفس الاجابه وبعدين نعمل 90 divide 7 جبت الاكس صح 90 over 7 اول انجل هو عايز اني نجيب عايز الكبيره اللي هي 4x اللي هي 4x اللي هي 4 times 90 over 7 وتحسبها تطلع ب 51 degrees و 25 minute و 43 seconds. ايه ده مستر انت حسبتها بسرعه ازاي؟ هي عشان موجوده. ماشي يا سيدي نيجي اللي بعده بص كده the ratio between the measures of the interior angle of a triangle 3 to 4 to 7 مش التراينجل كل الانجلز بتاعته السم بتاعته ب 180 3 plus 4 plus 7 يطلع ب 14 وحط تحتها 180 وتجيب لي كل انجل بكام او تعمل 3x plus 4x plus 7x الكلام ده كله equal 180 يعني 14x equal 180 هنعمل one يبقى الx عباره عن 180 divide 4 عشان اجيب كل انجل دي اسمها 3x 3 times 180 over 4 دي اسمها 4x يعني 3 4 تايمز مش عارف ايه دي اسمها وهكذا طلع لي كل انجل فيه. ماشي كده يا اولاد اظن الموضوع بسيط جدا جدا جدا. ده كده كان يعتبر لسه النهارده معلش طولت عليكم شويه بس طبعا محتاج حل كتير. التريجنومتري كلها على بعض زي ما قلت هم اتنين لسونز بس فهو اللسون ده وفي لسون تاني بعديه ونبقى كده خلصنا يونت كامله في اللي هي التريجنومتري. يا ريت الكلام ده يتذاكر وبعد اذنكم اي حد عنده اي اسئله ما يترددش ان هو يبلغني بيها ويتواصل معايا. ميرسي يا اولاد واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. ميرسي وشكرا لحضراتكم